نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: مع انتهاء أجل تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، هيئة الانتخابات تؤكد عدم تلقيها أي طعن، ومساء غد الإعلان عن نتائجها النهائية. 8 جامعات عمومية تونسية ضمن تصنيف تايمز للجامعات العالمية لسنة 25 و2000. تقلص العجز التجاري لتونس إلى 13.5 مليار دينار موفى سبتمبر المنقضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات الطوارئ الدولية يونيفيل وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الوضع في لبنان. إلى التفاصيل. أهلا بكم. انتهت مساء اليوم جال الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية دون ورود أي طعن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد الناطق باسم الهيئة محمد تليلي المنصري في تصريح للأخبار أنه سيتم غدا المصادقة والإعلان عن النتائج النهائية. انتهت الخميس 10 أكتوبر الساعة 5 مساء جال الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن النتائج المعلن عنها أصبحت نهائية وباتة. بطبيعة الحال مجلس الهيئة سيجتمع غدا الجمعة مساء للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسيعلن عنها في نقطة إعلامية إن شاء الله على الساعة 7 مساء. وبالتالي فأنه بمرور 3 أيام عن الإعلان عن النتائج الأولية وتعليقها بمقرات الهيئة ولم يرد أي طعن، أصبحت هذه النتائج الآن النهائية وتتم المصادقة عليها غدا إن شاء الله الجمعة 11 أكتوبر. وتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم مكالمات هاتفية لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية من كل من محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، ومن صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمات على العلاقات المتينة التي تربط بين تونس وهذه الدول الشقيقة والإرادة المشتركة على مزيد تطويرها. تقلص العجز التجاري لتونس بالأسعار الجارية إلى موفى سبتمبر المنقضي ليقدر ب 13.49 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 13.97 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 23 و2000 وفق نشرية بخصوص التجارة الخارجية أصدرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم، ويفسر تحسن العجز بتطور الصادرات بنسق أهم من نسق تطور الواردات. وزادت صادرات تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة 2.1% في حين ارتفعت قيمة واردات البلاد بنسبة 0.8%. في خبر آخر، وبمشاركة ممثلين عن 12 دولة عربية، انطلقت اليوم بتونس العاصمة النسخة الثانية للملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة. وأكد مدير ديوان وزارة المالية زهير عطاء الله في تصريح لمريم الغربي أن هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة أهم الابتكارات في التقنيات المالية الرقمية وتأثيرها على المالية العامة، وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام. التكنولوجية الرقمية بعلاقة بالمالية العمومية مش مسألة تقنية فحسب، هي مرتبطة بالحوكمة الرشيدة وبعلاقة بحسن التصرف في المال العام وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة بما لها من دور وزارة المالية في تعبئة الموارد، ولكن زاد عندنا دور في النفقات، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي باعتبار أنه المجال الرقمي
التكنولوجي، هذا يعطي إمكانية حسن التصرف وتطوير الاقتصاد الوطني وتدعيم الاقتصاد مع كل الشركاء وكل المتعاملين الاقتصاديين وكذلك مع المواطنين أيضا وعلى مستوى أيضا التجارة الخارجية. أهمية الملتقى هذه هو في تبادل الخبرات على مستوى الدول العربية، فما 12 دولة عربية ممثلة في هذا الملتقى. احتلت 8 جامعات عمومية تونسية مراكز متقدمة في تصنيف تايمز للجامعات العالمية في سنة 25 و2000 والذي صدر أمس، وهذه الجامعات هي على التوالي جامعة تونس المنار وجامعة صفاقس وجامعتي منوبة والمنسير وجامعات جابس قرطاج وسوسة وتونس. ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوبكر بن علي، فإن هذا التصنيف يدل على أن الجامعات التونسية نجحت في كسب رهان الجودة في التكوين والبحث العلمي بالنسبة للطلبة والأساتذة. هذايا حاجة نستبشر بها، لأنه دخول الجامعات التونسية لهذا التصنيف هو دليل على جملة من الأهداف التي تم تحقيقها، هي أهداف الجودة وأهداف التميز، وهذايا من شأنه أنه يمكن الجامعة التونسية من الإشعاع سواء على المستوى الوطني كمؤسسات عمومية للتكوين وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للطلبة. تواجد هذا التصنيف هو دليل على أن مستوى التكوين وجودة التكوين في الجامعة التونسية ارتقت إلى مستوى مؤسسات التعليمية في العالم، حاجة باهية لنا لأنه سيكون الطالب التونسي مقبول ومحل احترام لدى المؤسسات التعليمية في العالم. ثانيا هذايا زاد فيه عرفان بمستوى الأساتذة المكونين، وأساتذة متاعنا هما من أفضل وأجود ما يوجد حاليا. أكبر دليل على ذلك هو أنه الأساتذة متاعنا قاعدين يتوجهوا للتعاون الفني. تحصلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة على الإشهاد الأكاديمي ISO 21001 لتكون بذلك أول كلية للآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب العربي. تحصلوا على هذا المستوى من الإشهاد الذي يقيم مدى التزام الكلية بتطبيق المعايير على كل المصالح الإدارية البيداغوجية. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة محمد هلال: هذا معيار جودة صادر عن منظمة دولية متخصصة في قياس الجودة ISO 21001، ويمنح للمؤسسات التربوية والتعليمية فقط، ويتعلق بجودة التسيير الإداري والبيداغوجي. كليتنا تحصلت على هذا المعيار أولاً بعد سنتين على الأقل من الاستعداد له ومن العمل، وأعددنا ملفاً متعدد المكونات في هذا الغرض، وتوصل إلى نتيجة وهو أن الكلية تتوفر فيها كل المعايير المطلوبة لمنحها هذه الشهادة. هذا الإشهاد مرحلة أولى فقط، يعني الكلية ستكون خاضعة لإعادة تقييم في نهاية السنة القادمة. أهمية هذا المسار أنه يضع المؤسسة التي تحصل عليه في سياق تطوير مستمر، وكذلك يعني في عملية تقييم دوري. أكدت المديرة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سناء قاسم خلال تظاهرة علمية انتظمت اليوم بالعاصمة تحت شعار الوقاية والتصرف في الأمراض الحيوانية رهان الأمراض العابرة للحدود. أكدت أن وضع الصحة الحيوانية في تونس حاليا تحت السيطرة، وليس هناك ما يبعث على الانشغال أو الحيرة، كاشفة أنه تم رصد حالة وحيدة من مرض الجلد العقدي الذي يهم الأبقار إثر تسجيل انتشار هذا المرظ في دول الجوار. تظاهرة علمية دأبت عليها مخابر بورينجر إنجلهايم منذ 20 سنة، واليوم هي ثامنة من نوعها، تهتم بالوقاية من الأمراض الحيوانية. لازمنا نعرفوا لنحنا ولينا ننتهج منهج الصحة الواحدة، أنه الإنسان يتغذى من الحيوان ويعيش من الحيوان، وبالتالي الأمراض الحيوانية تنجم تنتقل للإنسان، تكون عندها تداعيات على الاقتصاد الوطني، على صحة الإنسان، على الصحة الحيوانية. تظاهرة هذه تدخل فيها خبراء من جميع أقصى العالم، مش نداولوا في مرض الحمى القلعي اللي هي من أخطر الأمراض الحيوانية انتشارا وعدوى، ثم داء الكلب عافانا وعافاكم الله، وأيضا مرض الجلد العقدي اللي هو مرض بدأ الانتشار في بلدان الجوار، رصدنا له حالة وحيدة لحد الآن. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
في تواصل للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، استشهد 13 شخصا بينهم أطفال وأصيب نحو 20 آخرين إثر غارات إسرائيلية في البقاع الشرقي وفي الجنوب اللبناني. يأتي ذلك فيما خلف استهداف مواقع لقوة الطوارئ الدولية يونيفيل في جنوب لبنان إصابة 2 من عناصرها، ما أثار ردود فعل منددة خصوصا من إيطاليا وفرنسا اللتان تشاركان في هذه القوة. سميرة ساعي والتقرير التالي. أعلن حزب الله اليوم استهداف جنود إسرائيليين في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان وإحدى بلدات شمال فلسطين المحتلة، كما أكد تصدي إلى 8 محاولات توغل إسرائيلي في المنطقة الحدودية. من جانبه أكد الكيان المحتل إصابة إسرائيليين إثر إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي ومستوطنتي كرمايل وكريات شمون شبل فلسطين المحتلة، مشيرا في الأنداته إلى أنه هاجم 110 أهداف لحزب الله خلال الساعات 24 الماضية، وذلك إلى جانب اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة الجليل الأعلى دون وقوع إصابات. وفي تطور لافت، استهدفت القوات الإسرائيلية بشكل مباشر برج حراسة تابع لقوة الطوارئ الدولية اليونيفيل في مقرها العام برأس الناقورة في جنوب لبنان، ما تسبب في إصابة 2 من عناصرها، كما أفادت يونيفيل في بيان لها بإطلاق جنود إسرائيليين النار على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة حيث ألحقوا أضرارا بآليته. ويعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في لبنان، تليها جلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، جلسة سبقتها اتصالات دبلوماسية مكثفة بهدف إحياء الإعلان الدولي الخاص بلبنان الداعي للوقف المؤقت لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه أنباء عن ربط تل أبيب الهدنة في لبنان بإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس. التفاصيل في التقرير التالي مع أقمر الغربية. كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقات عن أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بهدف إحياء الإعلان الذي أصدرته مؤخرا عدة دول ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا الداعي إلى الوقف المؤقت لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لإتاحة الفرصة للجهود السياسية. وأكد نجيب ميقات أنه عبر مجددا خلال هذه الاتصالات عن استعداد الجانب اللبناني لتنفيذ ما ورد في الإعلان شرط التزام إسرائيل به. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس على تقليص الأضرار التي لحقت بالمدنيين في لبنان ولا سيما في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي وفق بيان للبيت الأبيض الأمريكي. في الأثناء تحدثت مصادر إسرائيلية عن رسالة سلمها رئيس الموساد إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز تضمنت شروطا لوقف العدوان على لبنان. ووفق موقع إخباري عبري فإن تل أبيب اشترطت لأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس بهدف الضغط على يحيى السنوار من خلال حليفيه حزب الله وإيران. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم محادثات في الدوحة مع عدد من المسؤولين القطريين تركزت على سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان. محادثات تأتي في إطار جولة عرقجي في المنطقة، حيث أكد أن بإمكان قطر والسعودية أن تلعب دورا مؤثرا لوقف العدوان الإسرائيلي، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران لا تريد التصعيد لكنها جاهزة لأي سيناريو في حال تعرضها لرد انتقامي إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في اليوم 69 بعد 300 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، بينهم 28 شهيدا سقطوا في قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في دير البلح وسط القطاع. يأتي ذلك في وقت يفرض فيه الاحتلال حصارا مطبقا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل.
وقال الدفاع المدني في غزة أن قوة الاحتلال تمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال قطاع غزة، فيما لا تزال عشرات الجثامين عالقة في الطرقات بالمنطقة ولم يتم انتشالها بسبب القصف الصهيوني المستمر والعنيف. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مع انتهاء أجل تقديم الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، هيئة الانتخابات تؤكد عدم تلقيها أي طعن، ومساء غد الإعلان عن نتائجها النهائية. 8 جامعات عمومية تونسية ضمن تصنيف تايمز للجامعات العالمية لسنة 25 و2000. تقلص العجز التجاري لتونس إلى 13.5 مليار دينار موفى سبتمبر المنقضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قوات الطوارئ الدولية يونيفيل، وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الوضع في لبنان. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.